بغربتي أبي عبد بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب أردد علي ولدي قال عزيان بالخابة يا ليلة طاح بنجب شدة الدعيلة طبت لعد خيمته ذليلة يا من رد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومسجت نحيبة أريدك علسان بهونج قال زدر وجلد البكر من غانم وجاب الراس يتله لحم مثل جد الأسد باسم من قص راس بن ودها وجاب ملؤلح بيده راد الجائزة من حسين شنو هاي الجائزة شنو الجائزة اللي رادها علي الأكبر يلا بويا شربت أمي يا أبا عبد الله هذه دموع شيعتك اسق بها ظمأ عيالك يلا أنا بني أنا جيب الماء يا بني مو عجيك شعب قلبي وفتني بني علي ادخل إلى الخيمة ودع أمك ليلى تركتها مغمى عليها دخل علي الأكبر جلس في الخيمة شاف أم مغمى عليها وضع رأسها في حجره بكى سقطت دموعه عليها أفاقت قال أماه أماه إن جدتي فاطمة يوم القيامة تجلس للجزاء تجاز الناس تجيها الرباب أم الرضيع تقولها ما عندي غير ابن الرضيع قدمته تجيلها رملة أم القاسم تقولها ما عندي إلا القاسم قدمته انت شو تقولي للزهراء تقولي لها أنا بخلت بابني قالت لا بني أبرز وبيض وجهي ولد فاطمة رجع علي الأكبر وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله ولا بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي بينا هو يقاتل يا الله إن حمل عليه مرة ابن منخذ العبد ضربه بالسيف على رأسه اعتنق جواده أخذه جواده إلى معسكر الأعداء قطعوه بالسيوف إربا إربا ولما بلغت روحه التراق نادى أبي عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسين أوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا ركب الحسين جواده وحمل على غير جهة الصوت قالت له سكينة أبا إن أخي سقط من هذه الجهة قال بني لا تلوميني فقد والله فقدت يا حسين ويان ابنك تقنطر دلين خويا على المشكر ذب المرخاف وتعور حوط على ابنيك العسكر يقل لها يا زين برا أقبل وهو يكثر من قول ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك الغفا لما وصل إلى ولده يعني مو نزل الحسين من على فرسه إنما رمى بنفسه على ولده يبو يا من سمع يمك ولينك ومن شبحة لعند الموت عينك للعشرين ما وصل سنينك وحاتفني علي كل دهر الأكشر علي الأكبر هم تبسم هم بكى قال للحسين بني ليش تبتسم بنفس الوقت تبكي قال أبا أنا أنظر إلى جدتي فاطمة فأبتسم لها وأبكي لأني أراها تنظر إليك ماذا تصنع عند رأسي عندها صاح الحسين وولدا
وعلياه يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. اسمع اسمع، بنو هاشم بالخيمة قالوا الحسين إذا يبقى يم ابن علي الأكبر يموت، بعد من حصل للحسين؟ شلون الحل يخلون الحسين يقوم من يم ابن علي الأكبر؟ اجوا الخيمة زينب قالوا لها لحق يا أخوش راح يموت يم ابنه. هاي أول مرة زينب تطلع من الخيمة. خرجت شابك عشرها على رأسها تنادي وابن أخيا وعليا. أقبل إلي الحسين قال أخي ارجعي لا تشمتي بي الأعداء. يا ابني علي يا ابن النوب ذليت يا واحد ولا الحيل هديت عمود الوسط يا الشايل البيت. يا ابني أنا بيش جيت وبيش. كلمة الدعاء أنتم الباكون على الحسين. اسمعوا هذه القصة. الشيخ التستري ذيش الليلة شاف الحسين بالمنام كل جراحات. عم اللي ما يدري خل يدري ليلة عاشوراء الليلة الجاية الحسين أصيب بألف وتسعمائة وخمسون جراح. سئل الإمام الباقر شلون جسم الإنسان يتحمل هاي الجراحات؟ قال يوم الإمام لأن كانت الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. فيقول ثاني يوم سويت تعزية بشينا على الحسين، شفت الحسين بالمنام ولا جراح بي. قلت له أبا عبد الله وين جروحك؟ قال التأمت جروحي من دموع شيعتي لكن بقى الجرحين ما طابا. قلت له سيدي ليش؟ قال لي جرح في قلبي وجرح في ظهري. أما الجرح اللي في قلبي جرح ولدي علي الأكبر، وأما الجرح اللي في ظهري جرح أخي العباس. سيدي أبا عبد الله اسمح لي أقول ثلاث ونعات والنعزين يا أنا ونعل الولد ونعل غبا. عندك استعداد تسمع وين ون الحسين؟ ون على الولاد ون على عباس وبعد ون تراه شيء من الراس وين على زين على زين بالظلت بين الرجال على زين بقصايد لا تكتبون حتكم ويا زينب بيت بيتين إذا كثرا أخاف تصير ديوان. وزينب وينها وينها يا ناعيان إن جيت طيبة مقبلة فعرج على مكسورتين ضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. كل احنا نشترك افاق